ونقول لكم هذا الشيء راه بزاف صراحه. هذا الغلا راه خويا قهرنا بزاف. حنا راه دابا لحد الان محنين بزاف هذا الغلا، هذا راه ما كنخدموا ما والو، كنضلوا واقفين. السلعه اخويا راه تنجيبوا من السن نبيعوا من كاع ماشي نبغوا نشوفوا السلعه. هذا الشيء كنقول لك اخويا راه الغلا بزاف. البارح الجمعه كندير الدجاج 18 19 درهم، اليوم صابها 22 درهم، راه زياده بزاف اخويا على الشعب صراحه. كنطالبوا من المسؤولين يديروا شي تغيير في هذا الشيء، هذا راه بزاف صراحه. ما كاينش اقبال خويا، حنا جمع السيمانه كلها تندوزو جالسين، السبت والحد تيريحو الناس غيبغيو يتقدو، كيصبحو زايدين لنا 4 دراهم 3 في السوق. ما كاينش اخويا، كيجيو كليان دابا الناس ما عندهمش، كعندو 1000 ريال ولا 70 درهم اللي غياخد 4 الفراج، كيلقى الدجاج غالي ياخذ واحد ولا تيدير بلاش كيرجع بحالو بلاش ما كياخذ والو. واش غنقول لك الله يدير شي تاويل الخير، هادشي راه بزاف اخويا صراحه. هادشي راه الله كنطالبو من المسؤولين يديروا شي تفتيشيه ولا يديروا شي حاجه في هادشي، راه بزاف على المواطن الشعب راه بزاف. واخويا اش نقول لك، الدعم قالوا غيكون الدعم للناس دراوش، وهادشي ما كاين لا دعم لا والو، الدعم وصل مولين الفلوس كاع ما وصل دراوش، كاع كاين اللي كاع ما شدونا لحد الان، كاع ما شديت وانا انا براسي ما شديتوش. هادشي لا كان شي حاجه كدور بيناتهم هما، حنا ما توصلنا والو، كيوصلنا الشهر كيوصلنا الى حاجه واحده اللي كتوصلنا في المغرب، وهو الغلا. ملي كتزاد شي حاجه كتوصل عندنا حنا الاولين، ملي كتزاد شي حاجه اخرى ما كنشوفوهاش حنا، كتبقى بيناتهم هما. كيوصلنا مش حاطه كناكلوها العصا معاهم في هاد البلاد صافي، هي اللي كتوصلنا تكون شي بروسي شي حاجه راه كيوصلوها لك ديريكت، يجيك شي دعم تجيك شي حاجه ما توصلكش، توصلها موال الفلوس. رشيد بخير اخويا.